فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة من عدد من طلاب حلقات تحفيظ القرآن، يقولون: لقد أنعم الله علينا بحفظ كتاب الله، وتقدمنا للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض من أجل الاختبار الأسبوع القادم، فطلبوا منا إحضار صور شخصية. السؤال: هل يجوز لنا أن نحضر لهم صوراً، وهل يكون ذلك ضرورة؟ إذا لم تقدروا على التعلم طلب العلم إلا بالتصوير هذه ضرورة، لا تتركون طلب العلم، بل هذه ضرورة، يباح من أجلها التصوير. إذا توقف حفظكم للقرآن وطلبكم للعلم على أن تصوروا فلا مانع من ذلك، هذه ضرورة. نعم، لا تنحرمون التعليم وحفظ القرآن. نعم.